أهلا ومرحبا بكم في هذا البث، هذا الفيديو الخاص بمباراة فريق الرجاء الريادي والنصر السعودي بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو وفريق الأخضر بقيادة الجزائري يثري بوزوك والعميد أنس الزنيتي. اليوم ستجرى مباراة ربع نهائي كأس سلمان الملك سلمان للأندية البطلة العربية بين فريق الأخضر والفريق الأصفر. فريق الرجاء سيدخل بتشكيلة المتوقعة من طرف المدرب الألماني جوزيف زيمباور، حيث سيعتمد في حراسة المرمى كما هو معمول به بأنس الزنيتي، إضافة إلى في الدفاع إسماعيل بالمقدم، وممكن يكون المدافع جمال حركاز بعد العودة ديالو من الإصابة، بالإضافة إلى عبد الصمد البدوي في الجهة اليمنى ومحمود بن تشيك في الجهة اليسرى. أما في وسط الميدان سنرى الطوغولي أهولو بالإضافة إلى محمد المكعازي وزكريا الوردي بالإضافة إلى المتألق محمد زريدة. أما الهجوم فسيكون كل من يسري بوزوك بالإضافة إلى نوفل الزروني. المباراة ستنطلق على الساعة 4 عصرا منقولة، ونتمنى كل التوفيق لأبناء الخضراء. رجاء الشعب للإطاحة مرة أخرى برونالدو كريستيانو رونالدو بعدما أطاح به المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم قطر من دور تمن. هذه المرة نتمنى أن يحذو الرجاء حذو العناصر الوطنية وسود الأطلس ويطيحون بالنجم العالمي كريستيانو رونالدو. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، نتمنى كل التوفيق للعناصر الرجاوية في مباراة اليوم. إلى اللقاء.